السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله في كويزين كامل. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ديالكم يا رب. عيد مبارك سعيد وكل سنه وانتم بالف خير، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا ان شاء الله بصحه وسلامه ورزق وطول عمر وكل ان شاء الله المتمنيات ديالكم تحقق في هذا العام ان شاء الله بحول الله. اليوم غنوجدوا الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غتكون عباره عن كيكه ديال العيد، اللي وهي واحد الكيكه اللي رائعه رائعه رائعه، صدقوني وجربوها على حسابي. كيكه مدوزه راسها براسها، يعني ما تحتاجوش ديروا شي كلاصاج ولا شي حاجه، كلشي كيوجد فيها. قبل ما نبداو ان شاء الله غادي ما تنساوش الاشتراك في القناه اللي باقي ما اشتركش، فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديال الفيديوهات ديالي، وبارطاجيو لا فيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم اللي تعمل فائده على الجميع. وكنتمنى يا ربي تعجبكم الوصفات اللي كنقدم لكم، وشكرا على التعاليق ديالكم الرائعه والمشجعه والمحفزه اللي كتخليني نعطي اكثر واكثر ونزيد ان شاء الله لقدام ونقلب على وصفات اللي تكون تستافدوا منها وتكون جديده في نفس الوقت ان شاء الله. غنبداو دابا المقادير. بالنسبه للمقادير ديال هذا الكيك غنحتاجوا فيه بجوج ديال الطبقات. بالنسبه للطبقه الاولى اللي هي عباره عن واحد صوص، غنحتاجوا فيها جوج ديال المعالق كبار ديال الزبده، الزبده الحيواني انا كهي باش كنخدم. عندنا 4 د المعالق ديال العسل طبيعه الحال، العسل تكون مزيانه، انا كنستعمل هذا العسل هذا ديال كاتر كويير عسوب ديال هاد العسل. غنحتاج 4 ديال 3 د المعالق كبار ديال السكر سنيده، وغادي نحتاج لجوج معالق كبار ديال الحليب، غنحتاجو المعلقة كبيرة ديال الكاكاو، بودر كاكاو اللي هي غادي تكون غنعبروها بهذه اللي فيها العسل، تبقى لاصق فيها العسل بزاف هانتوما كيما كتشوفو. كبير عسوب، وغنحتاجو هاد الشي غادي نديو يغلي بطبيعة الحال فوق النار. غنضيف له ملي يبدا يغلي غادي نضيفو له نص كاس ديال المكسرات، انا اختاريت اللوز كونكاسي ومع الكركاع، وانتوما ديروا اللي عندكم. هادو بالنسبه لهادو مقادير ديال الكيك. غنحتاج نص كاس بحال هذا ديال الشوكولا نوار، انا غادي نخوي هذا وغادي نعبر، غنخويه دابا نيت. غادي ندي هادو فوق النار حتى يغلي ليا ويعاود، وغادي نضيف له نص كاس ديال الشوكولا، شوكولا نوار اكبال هذيك اللي كان اللي كتكون فيها 52، كتكون فيها 52 غرام ديال 52% ديال لا ما 55 ديال الكاكاو، غادي نضيفوها ابخي منين تغلي ليا هادي، عاد غادي نضيف الشوكولا. بعد ما كتغلى ليا هذيك لاصوص ديالي على هذا الشكل غنضيف لها دابا الشوكولا نوار. بعد ما وجدت لنا لاصوص ديالنا ضفت لي مورسو ديال الشوكولا، انا باقا كنحرك فيهم دابا باش يذوبوا ليا، باش ما خصناش نخدموا عليهم النار باش ما يتحرق ليناش داك الشوكولا. بعد ما يذوب لي الشوكولا ان شاء الله غادي دهنت، خديت هذا المول هذا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق باش ما تلصق لياش الكيكه ديالي بطبيعه الحال. دابا ان شاء الله غادي نفرغوا هذا الخليط هذا على هذا الشكل هذا،
كنوزع المكسرات باش يجيو في البلايص كاملين. غنحتفظوا بالجانب، غنخليوه يبرد. غادي ندوز دابا، غنخليه على هذا الشكل هذا. غندوز دابا باش نوجد الكيك ديالي اللي غادي يكون عباره على 4 ديال البيضات. غنكسروهم حراره ديال المطبخ بطبيعه الحال. غادي يكون كاس ونص ديال السكر سنيده، اولا جوج كيسان ما عامرينش ديال 120. انا كنخدم ديال 120. هاد الاخر ما غاديش نعمرو حيت هذا كان عامر، دونك هذا ما غاديش نعمرو. غادي ناخذ ساشيه ديال لافاني، غادي نجيب الباتور باش غادي نطلع هاد. كنحتاجو الكاس ديال الحليب، كاس ما عامرش الزيت. هادو كل قلت لكم من فئه 120 مليلتر. غنحتاج ثلاثه ديال هادو بحال هاد الكيسان ديال الدقيق، ولكن ما غاديش نديرو كله حتى غنخلط ونشوف. يقدر يهز ليا جوج كيسان ونص على حساب الدقيق واش كيشرب ولا لا. جوج ديال لي ساشي ديال الخمارات. انا درت هنا اربعه البيضات كاس ونص ديال السكر سنيده وساشيه ديال لافاني. غادي ندوز دابا باش نطرب هادو، غادي نخليكم. دابا غادي نبدا نضيف لي زانغغيديون الاخرين في الزيت وانا كنطرب. بالنسبه للدقيق غادي ناخذ واحد لاكويير باش غادي نبقى نزبيها. غادي ناخذ بسم الله. تقدروا دابا تستعملوا تغربلو، انا مغربلاه عاد حطيته في هذا عاد ابرشو. ناخذ لي ساشي لي دو ساشي ديال هذا البيكنج باودر، وغناخذ واحد قبيصه ديال الملح بطبيعه الحال. غادي نطرب ونتلاقى معكم بعد ما باش نوريكم القوام ديال الكيكه وباش نوريكم شحال خدات ليا ديال الدقيق. بعد ما ضفت الدقيق باكمله هزات ليا ثلاثه الكيسان ديال الدقيق لحقاش كان عندي البيض كبير. دونك غادي نبداو دابا، غادي نهبطو غنهزو يدينا كما العاده. الكيكه شنو كنديرو؟ كنديرو القوام هو هذا، ما خفيف ما ثقيل ديال الكيك، وهذا ثلاثه د الكيسان ديال 120 مليلتر غرام. دابا غادي نسخن الفرن على درجه 170 وغادي نحطو فيه الكيك ديالنا الطيب. توجد تقريبا واحد 40 دقيقة كتوجد، ونجربوها ونجبدوها. نخليها واحد شوية تستراح ومن بعد غادي نقلبوها بشوية باش تقلب لينا الظهر ديالها كامل. كانت هذه هي الكيكة ديالنا بعد ما طابت وجدت. كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل رائعة رائعة بالفعل. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبار. وعيد مبارك سعيد، وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله. ما تنسوش لي لايك. إلى اللقاء.